اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، وحلقه جديده من برنامج احاديث مغاربيه. وفيه اتحاد دول المغرب العربي، واقع جامد ومستقبل غامض. حكومة الكفاءات في تونس بعد 100 يوم، ما لها وما عليها. انطلاق الحوار الوطني والوفاق الوطني للليبيين بلندن. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأحاديث مغاربية نبدأه من المغرب، حيث اختتمت بالرباط الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بالتوقيع على البيان الختامي للدورة التي برز فيها غياب وزير خارجية الجزائر، وذلك بسبب الخلافات السياسية المغربية الجزائرية. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا من الرباط أحمد بن خديجة. وسط غياب ملحوظ لوزير خارجية الجزائر التي فضلت المشاركة في الدورة 32 لمجلس وزراء اتحاد المغرب العربي بالأمين العام لوزارة الخارجية، ثمن ممثلو الدبلوماسية في البلدان المغاربية في البيان الختامي الخطوات التي قطعتها كل من تونس وليبيا قصد بناء دولة القانون والمؤسسة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب السوري، داعين إلى حقن دماء أبنائه وتحقيق تطلعاتهم المشروعة الكرامة والحرية والديمقراطية. أعتقد بأن هذه الاجتماعات تدخل في نطاق يعني المتعارف عليه في جداول الأعمال يعني الدول المغربية، لكنها من ناحية العملية تبقى شكلية فقط، تنظم مثل هذه اللقاءات فيما يبقى يعني الاتحاد المغربي متوقفا ومعطلا لاعتبارات سياسية فيما بين الدول الأعضاء ولا سيما المغرب والجزائر. ولعل أهم قرار توصل إليه وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي والموافقة على المقترح الذي تقدمت به تونس باحتضان القمة 7 للاتحاد في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، حيث يعود تاريخ انعقاد آخر قمة مغاربية إلى سنة 94 900 وألف، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين البلدان المغاربية. لا أعتقد بأن هذه القمة ستعقد، بدليل أن الجزائر عرقلت تنظيمها في قمة أكتوبر بتونس سنة 2012 لاعتبارات متعلقة بأن بندا في البيان الرئاسي للقمة كان يتضمن ضرورة فتح الحدود فيما بين الدول الأعضاء فتحفظت عليه الجزائر. على الرغم من كون اتحاد المغرب العربي قد نشأ منذ ربع قرن من الزمن، ورغم أن أهدافه قد صاغها الزعماء 5 من أجل تحقيق رغبات الشعوب المغربية، ظهرت منظمات إقليمية منذ أمد قريب تمكنت من قطع أشواط كبيرة نحو التنمية والوحدة. والحال أن اتحاد المغرب العربي ما زال يراوح مكانه منذ الإعلان عن تأسيسه، فلا هو قام بالدور الذي أنشئ من أجله، ولا هو حاول التقريب بين الشعوب وتحقيق الوحدة الاقتصادية. مواجهة إكراهات الظرفية الأمنية والاقتصادية وغيرها تفرض على اتحاد المغرب العربي بذل مزيد من الجهد والتنسيق لإخراج الاتحاد من حالة الركود التي يعيشها، والبحث عن آليات وصيغ جديدة للعمل المشترك. أحمد بن خديجة، الغد العربي، الرباط. وهذا المحور نفتحه للنقاش مع ضيفي من الرباط عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي. أهلا ومرحبا بك، وأيضا أرحب بضيفي بالاستوديو السيد جلال ورغي، مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية هنا في لندن. شكرا جزيلا لكما ولحضوركما. بداية أبدأ مع ضيفي السيد عبد الفتاح، يعني اجتماع لمجلس وزراء اتحاد المغرب العربي، غياب لدولة أساسية ودولة كبيرة للجزائر، كيف أثر غياب الجزائر على مجريات هذا الاجتماع؟ في الحقيقة هو أن يعني غياب الجزائر بحجمها يعني السياسي وكذلك أهميتها داخل الاتحاد المغربي يكشف بأنه لا زالت هناك يعني تعثرات على مستوى المحادثات الثنائية بين المغرب والجزائر، ويكشف على أنه ليست هناك إرادة سياسية بالمعنى المطلوب الذي يمكن أن يسمح بالدخول في مفاوضات حقيقية من أجل تسريع وتحريك عجلة الاتحاد المغاربي. لذلك فالحضور الجزائري ونقص التمثيل يعني للحضور في هذا الاجتماع أكد بأنه لا زالت هناك نقاط خلافية عميقة
بين المغرب والجزائر، وهي اعتبارات كان قد سبقت أن أعلنت عنها الجزائر عقب حادث يعني انزال العلم يعني الجزائري من القنصلية الجزائرية بمدينة الدار البيضاء. وعلى الرغم من أنه من الناحية الدبلوماسية المغربية قد أخذت إجراءاتها يعني اللازمة في هذا الخصوص، لكن الجزائر لا زالت تتحفظ على هذا المستوى. نعم، دعني أسأل السيد جلال هنا في الاستوديو، يعني المحللون ذهبوا بالوصف هذه الاجتماعات بأنها اجتماعات شكلية، ربما علاقات عامة، البعض يأخذ الصور، القادة مجتمعون أو الوزراء مجتمعون، ولكن يعني لماذا لا تكون هذه الاجتماعات مقدمة ربما لرأب الصدع بين دول المغرب العربي وجمع الأطراف خصوصا المغربي والجزائري؟ صحيح، هو كلام صحيح، ولكن للأسف الشديد لا يمكن أن نتوقع من هكذا جلسات بروتوكولية. هي أصلا منذ البدء اعتبرت جلسات بروتوكولية تجرى كل سنة، ولكن هي مجرد فقط إشارة إلى أن الاتحاد المغاربي لم يمت، ولكن عمليا ليس هنالك أي إرادة سياسية ولا توجه. ولكن أين الحياة في هذا الاتحاد؟ أنه لم يمت، ولكن أين الحياة؟ للأسف شديد هنالك حرص، يعني عمليا لو نلاحظ هنالك فرق بين الإرادة الشعبية لأن ترى هنالك يعني اتحاد مغاربي متكامل، هنالك تكاليف باهظة لتضييع يعني تعزيز الوحدة المغاربية. تصور هذه المنطقة فيها 100 مليون نسمة، فيها يعني مساحة ب 6.5 مليون كيلومتر مربع، يعني سوق كبيرة، سوق ضخمة، قوة إقليمية، الدخل القومي لهذه البلدان مجتمع حوالي 500 مليار دولار سنويا. هذه هي يعني مبالغ ضخمة، إمكانيات ضخمة بشرية وجغرافية، ولكن للأسف الشديد ليس هنالك إرادة. الأسباب كثيرة، جزء منها تاريخي خاصة بسبب الخلاف الجزائري المغربي، وهما الدولتين الكبيرتين في هذا في هذه المنطقة المغاربية، إلى جانب طبعا التباين السياسي بين هذه الدول. هنالك اليوم دول تتجه نحو التغيير ونحو تكريس الديمقراطية، بينما هنالك دول لا تزال محافظة، تحافظ على الأنظمة القديمة التي نشأت بعد الاستقلال. هذا في حد ذاته يربك المشهد، لأن هنالك تباين في قراءة المشهد، هنالك تباين أيضا في إدارة هذه المنطقة من دولة إلى أخرى. وإلى جانب هذا التحفظ من بعض الدول المغاربية على التحولات التي حدثت مثلا في تونس وفي ليبيا جعلها تنكفئ وتنغلق، خاصة الجزائر. دعني يعني نهجت نهج محافظ ومنكفئ وانعزالي. دعني أنتقل إلى نقطة أخرى مع السيد عبد الفتاح في الرباط، يعني بعيدا عن الخلاف المغربي الجزائري، سيد عبد الفتاح، ما هي أهم التحديات التي تواجهها دول اتحاد المغرب العربي؟ هناك يعني عدد كبير من القضايا يعني الاستراتيجية، وهي أساسا بالنسبة لدول المغاربية هي توضيح القضايا السياسية الثنائية وكذلك داخل منظومة الاتحاد العام بصفة عامة، أو على الأقل توحيد الرؤى المشتركة بخصوص طبيعة السياسات التي يمكن التعاطي معها مع مثلا الدول في الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لا سيما أنه هناك محاولة لفرض يعني نمط من القوة الأحادية الدولة مثلا. ولذلك نلاحظ أنه أن طبيعة الصراع المغربي الجزائري هو فيه يعني أن الجزائر تريد أن تكون الهيمنة يعني بناء على مناخها. نعم، ولكن السيد عبد الفتاح أسأل هنا عن التحديات. نعم. بعيدا عن الخلاف المغربي الجزائري، ما هي التحديات التي يعني تجمع كل دول المغرب العربي تشترك بها جميعا، والتي ممكن أن تكون سبب وعامل لتوحيد دول المغرب العربي؟ أنا في الحقيقة أرى بأن هناك إمكانيات يعني السير بالاتحاد المغاربي هي موجودة كثيرا، وأن التحديات على المستوى يعني الآني والبسيط هي تقريبا ضعيفة جدا. الذي ينقص فقط هو الإرادة السياسية، فعلى المستوى يعني القرب الجغرافي والثقافة والدين وكذلك التاريخ وكذلك كذلك وحدة المصير وغيرها، هي كل يتفق ويذهب في اتجاه
يعني ضرورة بناء الاتحاد المغاربي. هناك يعني ربما الإمكانيات حتى على مستوى البنية الاقتصادية فقط تنقصها الإرادة السياسية. بالنسبة للطرق والسيار والسكك الحديدية هناك موجودة كذلك مع مجموعة من الدول كالجزائر والمغرب، ولكن فقط الإرادة السياسية من أجل تفعيلها ومن أجل تفعيل يعني اتفاقيات شراكة على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي هي ممكنة وسهلة يعني للدخول فيها. ولكن ما يعطر هذه يعني الإمكانيات الكبيرة والهامة بالنسبة للاتحاد المغربي هو غياب الإرادة السياسية فقط. لذلك فالتحديات أنا أراها قليلة جدا، إن لم نقول بأن هناك تحدي الأخطر وهو التحدي السياسي. نعم. أما التحدي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. نعم. وصلت الفكرة. التحدي هو تحدي سياسي، ولكن نتحدث هنا عن تحديات ربما ارتبطت، خصوصا أن الجزائر كان هدفا للإرهاب، هدفا للعمليات العسكرية التي جاءت من الجنوب الجزائري ودول الجنوب الإفريقي، وأيضا تونس ضربها أيضا الإرهاب والتشدد، وكذلك ليبيا. يعني كل هذه المشاكل ألا تجعل دول اتحاد المغرب العربي تجتمع لتجنبها في المستقبل وتكون رابط بين هذه الدول بعيدا عن الخلافات؟ صحيح، للأسف شديد هنالك تحديات كثيرة. التحدي الأمني هو واحد من التحديات، لأنه الإرهاب اليوم ظاهرة عابرة للقارات وظاهرة عابرة هذه المنطقة المغاربية، تضرب في كل مكان، في تونس، في ليبيا، في موريتانيا، في المغرب وفي الجزائر، بل بالعكس تماما. غياب هذه الوحدة هو الذي شجع الحركات الإرهابية أن تعبر الحدود بسهولة، لأن هنالك غياب تنسيق وهنالك غياب للحمة المشتركة بين هذه البلدان، وبالتالي ليس هنالك حماسة كافية للتنسيق، بل أحيانا تستعمل هذه المجموعات الإرهابية للأسف الشديد من بعض الجهات الاستخباراتية لضرب هذه الدولة أو تلك. وكانت الجزائر أكثر من مرة اتهمت المغرب بأنها كانت سبب وراء بعض العمليات الإرهابية، والعكس صحيح. ولذلك في تقديري ظاهرة الإرهاب والتحدي الأمني يفترض أن يكون عامل محفز لهذه الدول، لأن هذه الدول لتجنب أو لمواجهة هذا الإرهاب. نعم، هنالك تنسيق، ولكنه تنسيق محتشم وثنائي، ليس شامل، ليس بين الدول المغاربية، وإنما يتركز أساسا بين تونس والجزائر من جهة، وبين تونس وليبيا من جهة أخرى، ولكن ما دون ذلك ليس هنالك يعني مواجهة شاملة لموضوع الإرهاب. طيب سيد عبد الفتاح في الرباط، بعد ربع قرن من تأسيس الاتحاد المغرب العربي، ماذا تحقق للمواطن المغاربي؟ في حقيقة الأمر لا يمكن أن نجمل أي نتائج بالنسبة للاتحاد المغاربي سوى أنه أصبح فكرة جامعة، وسوى أنه كشف بأنه هناك حاجات شعبية إلى هذا الاتحاد لما سيوفره كذلك من ذخائر اقتصادية واجتماعية وثقافية. وهناك كذلك توالي يعني الحديث حول هذا الاتحاد مما يحرج الفاعلين السياسيين، وفي الحقيقة ننتظر مزيدا من هذا يعني التشجيع في هذا الاتجاه إلى أن تكون هناك رغبة سياسية حقيقية على مستوى تأسيس هذا الاتحاد. فحقيقة الأمر لا يمكننا في حقيقة الأمر لنبل الفكرة ولتاريخها ولطول هذه الفترة الزمنية أن نقول أن هناك شيئا قد تحقق. كانت بداية حسنة وجيدة ومتسارعة، لكنها لظرفية سياسية فقط هي ثنائية وليست مجموعة يعني تخص مجموعة الدول المغربية، عطلت هذه المسيرة التي كان بالإمكان أن تكون من ورائها مكاسب اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية على مستوى يعني صياغة القرارات الدولية، باعتبار أن المغرب هو المغرب العربي موجود يعني في مكان جغرافي استراتيجي كان يؤهله أن يلعب دورا إقليميا في السياسات الدولية بشكل أكبر مما هو الآن يعني يتصدر أو يأخذ بهذه القرارات لتفرض عليه على المستوى المالي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. شكرا جزيلا سيد عبد الفتاح الفاتح، المحلل السياسي المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغربي، كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط. سؤال الأخير لك في هذا المحور سيد جلال، يعني تغيرات كثيرة حدثت في منطقة المغرب العربي في السنوات الأخيرة، في تونس كان هناك ثورة، في ليبيا
الآن تجديد لولاية رابعة للرئيس بوتفليقة، وأيضا انتخابات رئاسية قريبا جدا في موريتانيا. يعني كل هذه العوامل والمتغيرات، هل تعتقد أنها ممكن أن تغير من حال اتحاد المغرب العربي من شيء؟ هو في الحقيقة فعلا يبدو أن الاتحاد المغاربي قدروا أن ينتظر تحولات سياسية في بعض الدول، خاصة بكل وضوح الجزائر. هذه النخبة التي تسيطر على الشأن الجزائري لم تزل مقتنعة بأن يعني الاتحاد المغاربي ضرورة حيوية للجزائر ولغيرها. اليوم هذه المنطقة تتخلف على كثير من المناطق الأخرى في التنسيق وفي التوحد وفي رفع التحديات، لأن هنالك فعلا فرص كبيرة ضائعة في غياب هذا الاتحاد المغاربي على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، وعلى مستوى حتى الهجرة. هنالك فرص كبيرة لمحاربة الهجرة، لأن المواطن التونسي أو الليبي بدل أن يبحث عن الهجرة غير الشرعية ويموت في البحر، هنالك مساحة كبيرة يتحرك فيها من ليبيا شرقا إلى موريتانيا غربا. هذه مساحات كبيرة، وبالتالي في تقديري الاتحاد المغاربي لا يزال فرصة ضائعة. سيد جلال ورغي ابقى معي، سنناقش الشأن التونسي، وخصوصا بعد هذا الفاصل سنناقش 100 يوم على حكومة الكفاءات في تونس. أهلا بكم من جديد، ونواصل حديث مغاربية. استكملت حكومة الكفاءات التونسية 100 يوم عن انطلاقها في مسك تقاليد الدولة، واعتبر رئيس الوزراء مهدي جمعة أن فريقه الوزاري ماض لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإخراج البلاد من المرحلة الانتقالية، إلى أن بعض الأصوات من المعارضة اعتبرت أن جمعة أخل بواجباته السياسية والاجتماعية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. 100 يوم مرت على انطلاق حكومة الكفاءات في مهامها، أحد أهم إفرازات الحوار الوطني الذي رسم خارطة طريق واضحة البنود لإخراج البلاد من أزمتها والذهاب إلى الانتخابات. وتباينت مواقف وتصورات الفرقاء في تونس بخصوص تعامل رئيس الوزراء مهدي جمعة مع الملفات الساخنة، فاعتبر البعض أن جمعة لم يعمل على مراجعة التعيينات التي قامت بها الترويكا المتنحية عن السلطة وفق تعبيرهم. الحكومة هذه ما قامتش بالكثير، فما على الأقل إذا ما كان ما هيش ما نقولوش أنجزت كل البرنامج، إلا أنه ثم تلكؤ وتباطؤ في تحييد الإدارة وفي مراجعة التعيينات اللي تمت حسب ولاءات حزبية. هي حكومة معناها الهدف منها توجز وتلخص مرحلة الانتقال الديمقراطي والمرور بالبلاد إلى مرحلة استقرار متاع مؤسسات ومرحلة متاع دائمة. واعتبر عدد من الإعلاميين في تونس أن حكومة تصريف الأعمال لم تستطع تحقيق أهم مطالب الشارع التونسي في ظل غلاء الأسعار وتفاقم البطالة وارتفاع نسبة المديونية للخارج. مهدي جمعة رغم أنه يعرف أن هذا الوضع يجب أن يبحث له عن حل، لحد الآن لم يجد ولا حل. الاستدانة هي إغراق تونس في الديون، هناك العديد من المشاريع الضخمة، وأنا شخصيا أعرفها كإعلامي، آلاف المليارات مهدي جمعة يحرم تونس منها إلى هذه اللحظة. لاحظنا أنه لم يقع يعني مراجعة الارتفاع المشتت للأسعار، هناك يعني بالنسبة للأوضاع الاجتماعية للمواطن التونسي لم تشهد يعني تحسنا. ومن جهتها تسعى مختلف العائلات السياسية إلى الدخول في تحالفات انتخابية لدعم تواجدها انطلاقا من تنظيم الاجتماعات العامة لحشد المناصرين وتعزيز رصيدها الانتخابي. التحالف الانتخابي ضرورة لكل الأحزاب. احنا نشوف أن الانتخابات سواء كانت هذه التحالفات معلنة وتقدم في قوائم أو تحالفات غير معلنة وتنجز على أرض الواقع، في السياسة لابد من التحالفات للحزب الكبير وللحزب الصغير. وينتظر التونسيون البرامج التي ستعلن عنها الأحزاب قبل موعد الانتخابات في نوفمبر تشرين المقبل. تختلف تقييمات السياسيين لحكومة الكفاءات بعد 100 يوم من نشاطها، ومع الإعلان عن موعد للانتخابات تدخل الأحزاب السياسية في تونس في تحالفات انتخابية لدعم حظوظها في هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشارع التونسي.
نجلاء بخريس، الغدو العربي، تونس. وشان التونسية نفتح للحوار مع ضيفي من تونس المحلل السياسي ناجي جلول، أهلا ومرحبا بك. وأيضا يبقى معنا في الاستوديو سيد جلال ورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية، أهلا بك. أبدأ معك سيد ناجي في تونس، يعني بعد 100 يوم على عمر حكومة الكفاءات، ماذا تحقق من الأهداف التي وضعتها الحكومة قبل بداية عملها؟ شوف، المثل الفرنسي يقول أن أجمل امرأة في العالم لا يمكن أن تعطي إلا ما يمكن لها أن تعطيه. وحكومة مهدي جمعة هي حكومة انبثقت عن الحوار الوطني، ومهامها محددة بصفة واضحة بخارطة الطريق، يعني أنه يحكم على نجاحها أو عدم نجاحها حسب تطبيقها لخارطة الطريق. وهذه الحكومة شرعت في تطبيق خارطة الطريق، هنالك نجاحات، هنالك إخفاقات، لكن يجب الحكم عليها من هذه الناحية. لا يمكن لا أن ننتظر حلولا ثورية وجذرية من هذه الحكومة. هذه الحكومة جاءت بعد حكومة التروكا الفاشلة، وهي حكومة نعرف أنها إذا كانت فاشلة بكل المواصفات. حكومة مهدي جمعة خلقت مناخا جديدا من الثقة بين الدولة والمواطن، وهو شيء هام. أعادت للتونسي جزءا من فرحة الحياة التي يعرفها، أعادت الثقة بين التونسي ومؤسسة الدولة، وأعادت خاصة لتونس نوع من الثقة ووجه مشرق على المستوى الإقليمي والدولي، وهي إنجازات هامة. هناك إنجازات أيضا في محاربة الإرهاب، إذا الوضع الأمني تحسن بصفة جذرية. هناك نجاحات اقتصادية على مستوى نسبة التضخم، نسبة التضخم انتقلت من 6.4 إلى 5%. هناك شروع في مراجعة التعيينات. هناك نجاحات حقيقية، لكن كذلك هناك بطء خاصة في بعض المجالات. هناك بطء في إذا تحييد الإدارة وإذا النظر بصفة جدية في التعيينات الحزبية. هنالك تعيينات حزبية ما زالت واضحة في السلك الدبلوماسي. هنالك أيضا إحدى المطالب الرئيسية للحوار الوطني، وهو حل رابطة حماية الثورة، وهنالك بطء في حل هذه المجموعات. كذلك تحييد مساجد، نعم. ربما أيضا بعض الملف الحارق، والملف الحارق وهو مسألة الجباية. إذن لنا وضع خاص في تونس ورأس الحكومة، وهو أن الجباية تحمل ثقلها ووزرها الموظفون وإذا الطبقة الوسطى، والوضع أصبح لا يحتمل. طيب سيد ناجي ابقى معي، سأشرك معي في هذا الحوار. سيد جلال ورغي معي هنا في الاستوديو، يعني المعارضة تتهم رئيس الوزراء جمعة بالإخلال بواجباته السياسية والاقتصادية، إلى أي مدى كلام المعارضة صحيح؟ هو على كل حال ليس هنالك معارضة، لأن هذه حكومة تكنوقراط، وبالتالي الأحزاب كلها خارج اللعبة السياسية، على الأقل لعبة الحكم، وكل هذه الأحزاب بالتالي إما نصنف كل هذه الأحزاب معارضة، أو نعتبر أن هنالك قوى سياسية متعددة لها مواقف متباينة ومختلفة من تجربة حكم السيد مهدي جمعة على مدى 100 يوم. ولكن في تقديري في كل الأحوال أن ما قاله سيد ناجي جلول صحيح، ولكن حتى نكون منصفين في تقديري ونكون دقيقين أيضا، أنه ما أشار له سيد ناجي جلول هو نتيجة لتوافق وطني، وليس بالضرورة نتيجة لما أنجزه السيد مهدي جمعة. مثلا إزالة الاحتقان السياسي من المشهد العام في البلاد في تقديري هو إنجاز مهم ويسجل لهذه الأوضاع في تونس اليوم. ولكن هل هو فعلا من إنتاج هذه الحكومة، أم هو نتيجة توافق القوى السياسية على أن تكون هنالك حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن الأحزاب السياسية؟ وبالتالي هو عمل مشترك بين القوى السياسية حتى نكون منصفين، وبين حكومة السيد مهدي جمعة. إلى جانب هذا طبعا هنالك في تقديري إنجاز مهم، وهو محاولة على الأقل إظهار لهذه الحكومة تحاول أن تنفتح على العالم وتبرز أن البلاد
تنفتح على العالم، ولكن هناك يعني بطالة، هناك غلاء في الأسعار، هناك وضع اقتصادي سيء، مديونية الخارج في تونس ارتفعت أكثر في ظل حكومة يعني عمرها 100 يوم. صحيح، أنا في تقديري لم يكن لي وهم في يوم من الأيام أنه هذه الحكومة ستأتي بمعجزات ولها عصا سحرية يمكن أن تحدث بها تحول في المجال الاقتصادي. أولا لأنها ليست مطالبة وليس مسموح لها أيضا أن تنجز إصلاحات جذرية، لأن هذا مطلوب من حكومة لها شرعية سياسية ويمكن أن تقدم على إصلاحات مؤلمة في الاقتصاد التونسي الذي يحتاج فعلا إلى إعادة تشكيله وإعادة تشكيل المنوال التنموي والاجتماعي، وبالتالي لا ينتظر منها. في تقديري ما تحقق إلى اليوم عموما يعتبر مقبول، خاصة أن تونس مقارنة بغيرها من الدول التي شهدت تحولات تعتبر إلى حد الآن على الأقل في مأمن من هزات يعني أمنية واجتماعية كبيرة. ولكن تقديري على هذه الحكومة أيضا أن تبذل مزيد من المجهود خلال ما تبقى لها من عمرها من أجل الوصول إلى الانتخابات في أقرب فرصة وتأمين الوصول لها في ظل أجواء إيجابية بعيدة عن التجاذبات الحزبية وبعيد عن التشكيك حتى نضمن أن تكون الانتخابات. دعني أنتقل إلى نقطة الأمن. نقطة الأمن هنا سيد ناجي في تونس، يعني الملفت للانتباه أن هناك تنامي للجماعات المتشددة في تونس خلال 100 يوم الماضية. هناك أنشطة تعتبر لجماعات إسلامية متشددة، هل يحسب هذا فشل ربما يحسب على الأمن أو ملف الأمن في حكومة مهدي جمعة؟ شوف، التنامي للجماعات المتشددة في تونس ربما لا، يعني الجماعات أو مشكل الأمن والإرهاب ما زال قائما في تونس وما زال يهدد تماسك المجتمع. في الحقيقة هنالك جزء من الملف ورثته حكومة إذن المهدي جمعة منذ الثورة، إذن ورثت من الثورة، وهو إذن منظومة الإرهاب. نعرف أن إحدى مشاكل الإرهاب في تونس وهو الجماعات الخيرية والدعوية المرتبطة بالإرهاب، واليوم إذن الحكومة فتحت الملف وهنالك متابعة. إذن الورثة أو التركة مثل ما يقال في تونس ثقيلة جدا، وهنالك اليوم المهم والذي يهمني أن هنالك إرادة فعلية لمحاربة الإرهاب، وخاصة ما أقره السيد مهدي جمعة من وجود قطب، إذن وهذا ما كنا نطالبه منذ إذن مدة طويلة، قطب إذن لمحاربة الإرهاب يكون فيها القضاء والأمن والمؤسسات المالية والعسكرية، لأن مسألة الإرهاب وهذا ما لا يمكن أيضا، وهذا الوضع الكارثي يعني أن لنا منظومة اقتصادية فاسدة. إذا ما يسمى الاقتصاد الأسود أصبح استشرى بصفة كبيرة في تونس، التهريب أصبح معضلا من مضاحي الاقتصاد التونسي، ونعرف أن حاضنة إذا الإرهاب هو التهريب والاقتصاد الأسود وغسيل الأموال. ربما من الأشياء الذي يعيبها إذا المختصون في تونس على حكومة المهدي جمعة ولها المشروعية، وهو عدم إذا الاهتمام بملف التهريب والاقتصاد الأسود والإرهاب كمنظومة. إذا هنالك تعامل أمني جيد إذا وجيد جدا مع الإرهاب، لكن لا يوجد تعامل شامل ومتكامل مع الإرهاب، وربما ما يجب على حكومة المهدي جمعة التشريع فيه، لأن منظومة الإرهاب أصبح منظومة واقعية. الإرهاب أصبح في تونس واقعا معاشا ويهدد تماسك المجتمع التونسي. نعم سيد جلال، هنا في الاستوديو يعني هناك انتخابات كما هو مقرر لها في نهاية هذا العام، هل هي ممكنة الآن في ظل وضع سياسي وأمني ربما مضطرب بعض الشيء ولم تحقق أهدافها حكومة الكفاءات أو حكومة مهدي جمعة؟ لا، في تقديري حتى على المستوى الأمني هنالك نوع من الاستقرار للأمانة، وهنالك فرق واضح بين الوضع الحالي ووضع قبل أشهر يعني، وهذا مثل ما قلت سببه أولا وجود حكومة بعيدة عن التجاذبات الحزبية، وهنالك أيضا روح للتوافق الوطني ما زالت مستمرة. نحن منذ أسبوع فقط شهدنا المصادقة على قانون الانتخابات، لم يأتي هكذا من فراغ وإنما جاء نتيجة هذا التوافق السياسي. في تقديري كلما عبرت القوى السياسية عن مزيد من التوافق وعن روحية تشاركية في بناء تونس خلال هذه المرحلة الانتقالية، كلما تراجعت
حدة الاحتقان السياسي وتراجعت معها مبررات الإرهاب، لأن الإرهاب يضرب عندما يرى أن الأسباب والظروف مناسبة لأن يضرب. كما أن جزء من الإرهاب حتى نكون واقعيين لا يتوقع أن نتخلص منه هكذا بين عشية وضحاها، ولا أتوقع أن السيد مهدي جمعة سيستطيع أن يستصلها، لسبب بسيط هو أن هذه الجماعات عابرة للقارات تضرب في كل مكان. ليس هنالك دولة لا تمر بمرحلة انتقالية ولا دولة مستقرة ولا حتى الديمقراطيات العريقة في مأمن يعني من هذه العمليات الإرهاب. ولكن حكومة مهدي جمعة أو شخصه ممكن أن يكمل حتى بعد الانتخابات كرئيس للوزراء ويشكل شعبية ربما، وخصوصا أن هناك تلميح من راشد الغنوشي بدعم مهدي جمعة. هناك تلميح من أكثر من جهة في الحقيقة، وتقديري أن هذا متروك أولا لنتائج الانتخابات، ومتروك أيضا لتفاهم القوى السياسية فيما بينها، خاصة أنه تقديري هنالك اليوم اتجاه نحو التعقل بعد الموجة الثورية، هنالك اتجاه للتعقل، وأنه تونس إما أن تحكم بطريقة تشاركية بين القوى السياسية أو تحكم بمجموعة من الشخصيات الوطنية ذو الكفاءات بعيدة عن التجاذبات الحزبية. في كل الأحوال هنالك نوع من الترشيد للممارسة السياسية وللتجاذبات السياسية في تونس، هذا سيكون له أثر إيجابي. ولكن تبقى أيضا تونس في نهاية المطاف ليست جزيرة معزولة، ستتأثر بالأوضاع الأمنية في ليبيا، ستتأثر بالأوضاع الإقليمية حتى في مصر وفي الجزائر، وبالتالي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر عندما نتحدث عن المشهد التونسي ومآلاته. نعم سيد ناجي، برأيك يعني كيف تقيم الآن أو خصوصا توجهات الشارع التونسي، خصوصا أنه مر بتجربة ربما كانت صعبة بعد الشيء في حكومة النهضة، والآن نتحدث عن حكومة كفاءات، هناك رضا في الشارع التونسي، نتائج الانتخابات القادمة برأيك كيف سيكون توجهها؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع سيد ناجي جلول المحلل السياسي من تونس، نشكره أيضا على مشاركته معنا في هذا المحور. السؤال لك سيد جلال، ما رأيك؟ إلى أين هي توجهات الشارع التونسي؟ في تقديري أنه على كل حال الشارع التونسي والرأي العام في تونس مرتاح يعني تراجع حدة الاحتقان بين القوى السياسية، تراجعت الاعتصامات في المشهد العام في تونس بشكل كبير، كنا نشهد إضرابات وكثير من الاحتجاجات والتظاهرات. اليوم جميع القوى السياسية متوافقة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة من أجل أن تعمل هذه الحكومة في كنف الهدوء. أيضا هنالك القوى التي رعت الحوار من بينها النقابات ومنظمات الأعراف رجال الأعمال، كلها مجمعة على ضرورة التهدئة على جميع الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أجل أن تشتغل هذه الحكومة في ظل الأجواء. لعل هذه فلسفة تونسية تفتقدها المنطقة، هي بحكم أن تونس بلد صغير لا يتحمل التجاذبات، لا يتحمل الصراعات الحزبية، ويتحمل أيضا التعامل، لا يتحمل التعامل عبر السلاح، ولذلك نرى كل يوم مزيد من النضج في التجربة التونسية، ونتمنى أن تلقي بظلالها على المحيط الإقليمي خاصة في ليبيا والجزائر. شكرا جزيلا سيد جلال ورغي مدير مركز المغاربة للبحوث والتنمية، كنت معنا في الاستوديو لنناقش تونس، شكرا. حياك الله. شكرا لكم ومشاهدينا، نتابع الملف الليبي بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، ونواصل أحاديث مغاربية. منذ 17 من فبراير عام 2011 بعد احتجاجات أطاحت بنظام معمر القذافي في ليبيا، مرت البلاد بمراحل متعددة، القاسم المشترك فيها أن الفوضى ما زالت تسود في البلاد التي تمر بمرحلة انتقالية لا يبدو لها نهاية، وسط انعدام الأمن وشلل المؤسسات وتصفية الحسابات السياسية والأيديولوجية، وعجز معظم الحكومات المؤقتة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مما دعا مجموعة من الشخصيات الليبية الأكاديمية وحقوقيين وأطباء ورؤساء منظمات مجتمع مدني وأعضاء مراكز البحوث ورجال أعمال إلى إطلاق مبادرة للحوار والوفاق الوطني للليبيين في لندن. حول هذه المبادرة وأهدافها
نحاور الدكتور عبد الله عثامنه نائب رئيس اللجنه التاسيسيه للحوار والوفاق الوطني الليبي ببريطانيا. اهلا ومرحبا بك دكتور. بدايه لو تحدثنا عن المبادره وعن اهدافها ولماذا هنا في لندن. اولا شكرا على الاستضافه. حقيقه لا يخفى على الجميع ان ما يحدث في ليبيا يدعو بشكل ملح ان تصطف كل القوى الوطنيه الفاعله في الداخل والخارج من أجل إيجاد لغة مشتركة ومساحة توافق بين كل الليبيين، لغة لا تبنى على نظرية المهزوم والمنتصر، بل لغة تبنى على نظرية المواطنة والحقوق الأساسية والمشاركة في الوطن وضمان سلامة المجتمع في كل جوانبه وأمنه وسلمه الاجتماعي. نعم، يعني نتحدث هنا عن أهداف، يعني تحدثت يجب الجميع يتكاثف ويكاثف الجهود بالوصول إلى مبادرة تخدم كل الليبيين، ولكن ماذا عن انطلاقكم هنا؟ رأينا نحن القوى الوطنية الأكاديميين والمثقفين والمفكرين ورؤساء مراكز بحوث ومنظمات حقوقية وأطباء ورجال أعمال أن نبدأ بالحوار ما يسمى بالحوار القاعدي وليس الحوار الرأسي، أي بمعنى أن هذا الحوار منطلق من القاعدة الاجتماعية من الناس الذين يلتقوا من كل الأطراف من كل المناطق الليبية من كل المدن الليبية. لا شك كلنا نرجع إلى أصول وكلنا منبثقين من مدن الليبية ومن المجتمع الليبي، وبالتالي نحن تألمنا وعانينا كثير من مسألة المهاجرين والنازحين المهاجرين في الخارج 2 مليون ونحو ذلك، النازحين في الداخل كذلك. رأينا أن لابد من إيجاد إطار لهذا الحوار، لابد أن نلتقي لأن الحوار هو لغة عقل ولفظ نتشاور فيه جميعا، نحتكم إلى تقصي الحقائق، نحتكم إلى العدالة الصلاحية، نحتكم أيضا إلى الوفاق الوطني أن هذا الوطن نشترك فيه جميعا، وبالتالي كل أخطأ وكل أصاب، فالمصيب نقول له أحسنت والمخطي نحسبه أو نعفو عنه. الوطن ليس فبراريون فقط والوطن ليس سبتمبريون فقط، إنما كلنا ليبيون بكل النواميس الطبيعية والقوانين والدسترة هي إحنا مواطنين ليبيين. نعم، يعني تحدثت أنت أيضا وفي إعلان اللجنة التأسيسية للحوار والوفاق الوطني الليبي بلندن في البند السادس قلتم ضمان عودة الليبيين النازحين والمهجرين غير المطلوبين للعدالة لديارهم. ما الذي يمنعهم الآن من العودة؟ تحدثت عن 2 مليون ليبي نازحين ومهجرين في الخارج، ما الذي يمنعهم العودة الآن وبناء الكل الليبي؟ والله لو رجعنا قليلا شفنا أمس فقط ما أول أمس جلسة مجلس الأمن أو جلسة الأمم المتحدة والاستماع إلى الجنايات الدولية وما طرح من تقرير في مجلس الأمن، أصبحت مسألة النازحين والمهجرين في الخارج والنازحين في الداخل مسألة يئن منها العالم، وبالتالي يجب إيجاد حل لها. الحل سواء كان بتضامن دولي وبإشراف دولي أو بضغط دولي أو بضغط حتى مجتمعي من داخل المجتمع الليبي بكل مكوناته اللي في الداخل أو اللي في الخارج. نحن عندما قلنا أن الحوار قاعدي وأن كل الليبيين ينبغي أن يكونوا في ليبيا إلا من شأن يكون بإقامة اعتيادية وبمحض إرادة أن يكون في الخارج لعمل ودراسة، لكن الموطن الطبيعي لكل الليبيين ليس تونس، ليس مصر، ليس تونس التي الآن حسب تصريح وزير خارجيتها محتضنة ومستضيفة 1,200,000 مواطن ليبي، هذا رقم كبير. وهذه نقاط انطلاقكم أنتم كلجنة للحوار والوفاق الوطني. طب برأيك لماذا فشل المؤتمر الوطني العام بجمع الكل الليبي في داخل ليبيا واستقطاب منهم بالخارج من كفاءات ومن ليبيين ودعوتهم للعودة إلى أرض الوطن وبناء ليبيا؟ هو المؤتمر ممكن يكون قام بمبادرة مثل ما قام تحالف القوى الوطنية بمبادرة، مثل ما قامت رئاسة الوزراء بطرح مبادرة عبر الأمم المتحدة، مثل ما قامت الأردن بمبادرة، تونس بمبادرة، هناك مبادرة في مالطا، هناك مبادرة في مصر، وأيضا مبادرة في لندن. ومن خلال هذا المنبر نحن ندعو إلى إيجاد نموذج مشترك لهذه المبادرات المختلفة بحيث تتفق على الإيجابيات وتبعد السلبيات لنجاح الحوار. لكن المؤتمر في اعتقادي مجموعة القوى السياسية المتجاذبة والمتنافرة والمتطاحنة من أجل السلطة والمواقع اللي كل يسعى إلى أن يحققها وأكثر نقاط وتحقيق أكثر كريدت ليه، هو ما جعل أن هناك فجوة في
هذه الفجوة نحن كقوة وطنية اجتماعية أكاديميين وحقوقيين ولا نحسب على أي تيار سياسي أو إيديولوجي رأينا أن هناك، ولكن ما هو حجبكم في الشارع؟ هنا السؤال. أعتقد أن هو هذا سر نجاحنا، أننا نحن منبثقين من الشارع الليبي، سواء الشارع الداخلي أو الشارع الخارجي. عندما يتكلم دكتور ولا أستاذ ولا رجل حقوقي ولا رجل في منظمة إنسانية، هو منطقة من قاعدة إنسانية ومن قاعدة حقوقية ومن قاعدة أكاديمية، يعني ليس لخطابه لون سياسي. نحن نتمسك بمبادئنا وقيمنا ودماء شهدائنا وأسرنا وذوينا الذين شردوا وعذبوا وقتلوا، ولهذا السبب نحن ننتزع حقوقهم لا أن تمنح لنا بمحض الإرادة. نحن نلتقي مع أخوتنا الليبيين من كل الأطراف، من كل الأطراف، حتى المتطرفين دينيا نتحاور فيما بيننا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن نؤمن بأن ليبيا لكل الليبيين، نؤمن بأن لا بد أن نوجد مساحة مشتركة بيننا، نؤمن بأن لغة الأقصى والتهميش قد عفى عليها. ما رأيكم بالحكومة الأخيرة، حكومة معيتق؟ والله أنا لست في صدد تقييم حكومة معيتق، لكن إن حققت على الأرض الواقع ما هي جاءت من خلال المؤتمر الوطني العام الذي يمثل الكل الليبي حسب يعني المراقبون. ولو نظرنا إلى بعين الحقيقة والصواب، ولهذا نحن في بنود المسودة مبادرة الحوار الوطني رأينا أن السلطة التشريعية القانونية الديمقراطية التي شارك في انتخابها كل الليبيين هي تلك هي الجهة التشريعية التي سنعتد بها، والمكونات الأخرى الوليدة لها رئاسة الوزراء وما إلى ذلك. لكن في اعتقادي أن ما يميز نموذج لندن أن هناك نموذج للجنة تقص الحقائق وتحرير الحقائق، لجنة للتعويضات، لجنة للعدالة التصالحية، لأن العدالة لا تجزأ، ليست العدالة انتقالية، أما عدالة تصالحية أو عدالة قضية. إذا كانت المحاسبة فهي المحاسبة على الجميع، النظام السابق أو النظام الجديد. إذا كان عفو تشريعي أو شرعي فهو للجميع، باستثناء بعض الحالات التي يرى المشرع أو يرى القضاء أو يرى الشرع أنها فعلا تشكل نقطة سوداء في تاريخ. هناك مسؤولين أخطوا في النظام السابق وفي النظام هذا، ولهذا ندعو نحن إلى تفعيل القضاء والقانون ومؤسسة الجيش والشرطة، ويحرم ويجرم كل من يرفع السلاح بين الليبيين، ويجرم كل من يحمل السلاح خارج هاتين المؤسستين، ونحتكم إلى الدستور الذي ينبغي أن يكون فيه كل الليبيين أن يضعوا كل بنوده ومواده، لا استثناء الليبيين، لا تهميش. ومن هذا المنبر أدعو الحكومة الليبية إن وجدت بقوتها وبضعفها، والمؤتمر الوطني أن يستدركوا ما تبقى من الوطن، وأن يقدموا كافة التسهيلات للنازحين والمهاجرين من الرقم الوطني إلى تجديد جوازات سفرهم، إلى منح الإفراج عن مرتباتهم، مرتبات التقاعد، الناس اللي موقفينها منحة وأيضا رسومها الدراسية في الخارج. هذه بوادر الحسنة التي بدأت الحكومة الليبية مثلا في تجديد جوازات السفر وغيرها، هذه بوادر حسن نية، ونحن نؤمن أننا سنصل إلى لغة اتفاق عندما يقول المخطئ أخطأت ويعفو عنه أو يتحاسب قانونا. شكرا جزيلا، أعتذر على المقاطعة ولكن بسبب ضيق الوقت. دكتور عبد الله عثمان، نائب رئيس اللجنة التأسيسية للحوار والوفاق الوطني الليبي ببريطانيا، شكرا جزيلا لك. وشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الأعزاء حتى حلقة جديدة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. إن شاء الله يكون نسجلها. شكرا.